السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير الديزاد. اليوم الحصه تاعنا وين غادي نتكلموا على الاعلام الجزائري، يعني الاعلام الجزائري كيف كانت ردة فعل، يعني الاعلام خاصه وين دائما نحترمه والله العظيم نحترمه وربي شاهد، يعني هو كيسموه معطاوي. معطاوي انسان اللي ربما شويه كان يعني كان ساكت على هذه الاتحاديه وساكت على الفساد الرياضي، وين نطلب منه ما زلت نطلب منه يعني هما اللي هما خاصه القناه تاعهم يعني وين فانيك مسموعه، يعني لازم شويه ضغط على الاتحاديه، ضغط على المسؤولين يعني من الوزير يعني ورسائل وفانيك رسائل للجهات العليا يعني في الجزائر من اجل اصلاح كلي، اصلاح نبداو من نقطه صفر. خاطر رانا على بالك فساد، رانا نزيدوا ليه فساد، فساد نزيدوا كلي شغل ما نقوش، ما ناش نقو يعني رانا نجرو غير الامام بدون مشي عارفين روحنا ورانا رايحين في طريق مجهول. والله لا والله العظيم لا رانا في طريق مجهول. عندما نتكلم نتكلم حاجه اللي تكون في قلبي، ما نافقش ما غاديش نكون منافق. ثم يعني تشوفوا بنادم كي يهضر لكم الحقيقه تشوفوه باللي راه ضد بلاده. يا ودي واحد كي يجي يقول لك يا ودي راه خاصنا، يا ودي ما عندناش، ما راهش عندنا، يقول لك لا يا ودي انت كي تشكر في حاجه ميته، انت كي تشكر في حاجه ميته، هنا رانا موته في الرياضه، في المسؤولين تاع الرياضه وفي الرياضه رانا موته. راني نقول لكم ونعاود لكم ناس والله لكم غالطين، يعني بعد ما تاكدت سان معطاوي وين يغضب، يعني يغضب غضب شديد، وين بعد ما علم يعني يعرف على باله، على باله على بالهم ناس، على بالهم يعني بعد ما كانوا يمنون النفس بان الجزائر وين عندنا ملف قوي ورايحين يعني ندوا 2025. رغم كنا نقولوا لكم يا ودي خرجوا هضروا ديريكت بلي يا ودي راحت هاراي وراي قراتو تاعنا تعليها الاتحاد الافريقي اعلن عليها، على ما تعلنش عليها الاتحاديه الجزائريه ما كاش يعني مباراه، هذو مباراه ما عندوش عليها. نسمعوا ردة فعل يعني فريد معطاوي بعد ما عرف ماشي باينه يا ما يا ليلي هاكا باينه يا ودي. انا باقي حاير الناس كيفاش يقول لك كيفاش خرج هذاك اللي قال لكم باقي كان باقي 10 ايام مكلف بالاعلام، باقي 10 ايام الكوب ديموند، انا مازال الان ما دخلت في راسي هذيك تاع ايوا قال لكم الفيفا مازال ما ردتش، باقي 10 ايام الناس كملوا تربص، دخلوا كاع القاطر، هو قال لكم انا قارعوا الفيفا ترد لنا. عاود خرج قال لكم لا كاس افريقيا 2025 وكان بار زيدوا ديروا الدوسي تاع 2030 زيدوا تاع 2022 والله زيدوا ديروا الدوسي. اسمع 20 كيف يريدون بين عشية وضحاها أن نتناسى ملف 25 ونتحدث على 27؟ أنا لا أدخل في هذه اللعبة يا عباد، أنا أبقى أتحدث على ملف احتضان للجزائر للكاف لكأس نهائيات كأس أفريقيا 25. لماذا يريدون أن نتناسى هذا الملف ونلتفت إلى 27؟ يجب ان نعرف له علاقه وطيده هذا الموضوع. عندما 25 هذا علاقه ب 27، لا يقول لك نمد 25 للمغرب ونمد 27 للجزائر من جانب قانوني واحده قانوني محال، لانه ما يقدروش. تفضل اسمح لي فريد، ما يقدروش في منافستين صح، في منافستين يعطوا تنظيم كاس امم افريقيا في نفس المنطقه في منافستين متتاليتين. شوف وش يقول لك مصطفى 25 و27، لو البلد اللي تكلم معناها انت يدي كاس امم افريقيا من غير معقول ان الجزائر تكون راح تحتضن كاس امم افريقيا 27. لكن في 27 تشوف المنتخب، تشوف البلدان التي ترشحت ولا بلد له جائزه؟ اوغندا اليوم تعاني من عدم الاستثمار. احنا كي نحقروا لي زافريكا اوغندا احنا كنت ترشح رواندا تقبلنا تسعى عندها البك تنزانيا، نتوما البك والله راكم البك تنزانيا انفرتينو يضر لي في تنزانيا ولا ما بالكمش. مازلنا نقولوا حنا لا سويس،
خلاو لكم في لسانكم بلي حنا هما لا سويس. عدم وجود اي ملعب استقبال في الجزائر مترشحه لي كان 2017. لا نتحدث على الجاهزيه، نتحدث على القوانين. كيفاش؟ مناطق عندما تأخذ هذه المنطقة هذه الدورة لا يحق لنفس المنطقة أن تأخذ الدورة التي تليها، لذلك القوانين تغيرت في التسعينات. كان الأمر كذلك لو تتذكر، في 88 فازت المغرب ونظمتها المغرب، وفي 90 فازت الجزائر ونظمتها الجزائر، لكن الأمور تغيرت والقوانين تغيرت، ولا يحق قانونا أن تكون الجزائر في 27 لو نالت المغرب شرف تنظيم 25. لكن لمن تمنحها 27؟ هناك جنوب إفريقيا، هناك مصر، لم تترشح، هناك بوتسوانا، مصر، وملف مشترك بين كينيا وأوغندا وتنزانيا. طيب أنا أريد أن أضع أصبعي على 25. لا تذهب بي إلى 27 عماد بالدوكاترو، مازال عندهم الوقت. شوف أنا يا والله لا استعرب، هذه استعرب بك مسقاش، عجبني كما هكا، يعني ما مشيت مع هذا المكلف ومع هذا الناس هذو اللي باغيين يعني مشوا ذر الرامات على العيون. والله في غياب تواجد اسم المغرب في هذه القائمة ووجود الجزائر، كيف تريدني أن أقرأ هذا على المغرب؟ ما ترشحش يقول لك أنا خايفين نخسروا أمام الجزائر، درنا 2027 المغرب علاه ما يترشحوش فانك 2027 علاه؟ هيا قولوا لنا على رسالة لهذاك المكلف بالإعلام، قلنا لها المغرب ما ترشحوش وقال لك أنا خايفين من الجزائر تفوز علينا، كيف أنت راك خايف وهما مش خايفين؟ معطى بهذه السذاجة، إما أن الكل يعلم بأن 25 فازت بها المغرب وهي تحصيل حاصل، ونذهب الآن إلى 27، لكن أنا أقول لك لو فازت المغرب ب 25 يعني أنا متأكد بأنها كواليس، يعني مثل ما كان يقول أمين أنا ضد ما كان يقول أمين، أنا متأكد بأن المغرب سوف يفوز ب 25 بالكواليس وليس بغير ذلك. إيه يقول ما كاش كواليس في الحقيقة وغلط. لا خليني أقول لك حاجة، عندما قال أمين منذ قليل أن الأمور الكواليس موجودة في كل القارات، هل سمعت أمين بأن نهائي كأس نهائي تشامبيونز ليج في أوروبا اليوم هو مقرر في بلد معين وفي سبق؟ طيب هل عندما تتأهل الريال وتتأهل السيتي إلى النهائي نغير ملعب احتضان النهائي إلى ملعب السيتي أو الريال؟ يعني هذا لم يحدث إذا في إفريقيا في الطبعة الماضية عندما غيروا الملعب بين الأهلي والجداد. نقول لك أنا فريد، معناتها حبيت نقول لك باللي المغرب كذلك بلد عنده إمكانيات باش ينظم كأس إفريقيا. لا أحد سوف ينهي هذا المنطق، لا وممكن طرحين بينين ونيجيريا، مطرحين المغرب كان طرحوا فريد. لذلك أنا لست ضد هذه الفكرة، البلاد المترشحة هي الجزائر والمغرب والبنين لا يهم من سوف يفوز وليفوز من يفوز، لكن أن نغير القوانين ونحول نهائيات كأس أمم إفريقيا 25 إلى 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 يعني دورة تأهيلية للمونديال، هنا مربط الفرس وإعطائها للمغرب هنا فيها هنا مربط الفرس. لا يجب أن نغير، لا يجب أن تسمح الجزائر ومن يدور في فلك الجزائر أن تغير هذه القوانين وفق هذا المنطق، حتى لو فزنا نحن الجزائريين بهذه الدورة، خاصة لو تكون المنافسة مؤهلة إلى المونديال. نتحدث عن المونديال. أنا لا يهمني من يفوز، ربما لك من أهمية 2025 في هذا لذلك حتى تلك الإشاعة التي سربت حول إمكانية انسحاب كوت ديفوار من كان 23، حتى هذه لو يعني هي إشاعة، لكن لو تحققت هذه الإشاعة وصارت خبر يقين، أنا ضد أن تأخذ الجزائر هذه الدورة. ما يعني يا ودي كذبة هذه تاع الإشاعة، هذه كذبة وكارثة. تخرج رئيس تاع كوت ديفوار يكالمي في الشعب تاعو، خاطش علاه؟ شكون هذا؟ شكون اللي قال لك سايق الجزائر ولا يقول لك سايق الجزائر؟ هنا ماشي مليح، ماشي كيفاش يحوسوا دائما تشوف والتوانا يمشوا معاه. علاش شتي واحد يوتيوبر انا دوك اللي جراو تاع اللي تابعين المشاكره قالوا ما صادير التوانا الخاصه من الكوت ديفوار باللي صاي حنا غادي ندوها والناس مامنه وكلش. انا تعجبوني متامنوا تاكت بلونجو ولا قاع ما تقولوش لا
ما تنساوش اعطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، ولي شي ابوني معنا، وربي يحفظكم خاوتي وصحه عيدكم سعيدو.